نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أوصى الإسلام بالجار وأعلى قدره، فللجار في ديننا الإسلام حرمة مصونة وحقوق مرعية، حيث قرن المولى سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجار بعبادته وتوحيده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه عباد الله وصية الله عز وجل في كتابه. أما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت في صورة جليلة وتعبير مستفيضة يجلي مكانة الجار وحقه في الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أن الوحي سينزل بتوريثه. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظن هذا الظن إلا لكثرة ما يؤمر به من الوصية بالجار. فتأملوا هذا يرعاكم الله. عباد الله، الجار هو من جاورك في دارك، والمرجع في ذلك إلى عرف الناس، فكل من عده الناس جارا لك فهو جار لك، تجب له عليك حقوق يجب أن ترعاها. والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وأما الذي له حقان فهو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، والجار الذي له حق واحد وهو جار غير مسلم له حق الجوار فقط. أيها المسلمون، لقد كان سلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى من أكرم الناس في هذا الجانب، والكرام من الناس يعرفون قدر الجوار، أي يعرفون في تقديرهم الجوار، ولا يؤثرون بالجار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا. فهذا محمد بن الجحم يعرض داره للبيع، فلما حضر الراغبون في شراء داره قال لهم: قد اتفقنا على ثمن الدار، فبكم تشترون الجوار؟ أي جوار سعيد بن العاص. فقيل له: وهل الجوار يباع؟ قال: كيف لا يباع جوار من إذا قعدت في بيتك سعل عنك، وإن رآك رحب بك، وإن غبت حفظك، وإن شهدت قربك، وإن سألته قضى حاجتك، وإن لم تسأله ابتداك، وإن
na وإن ناب ناب وإن ناديته أجابك وإن أجا أتاك فر هم فرج همك فبلغ ذلك سعيد بن العاص فوجه إليه بالمال أي بثمن البيت وقال له أمسك عليك دارك نعم إنها بجيراننا تغلو الديار وترخص عباد الله إن أولى الجيران بالرعاية والإحسان أقربهم إليك بابا ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا أخرجه البخاري إن حق الجوار عظيم ربطه الإسلام وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه بالإيمان فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ففي حديث الترمذي وابن حبان والحزيمة وابن حبان وابن حزيمة والحاكم وصحها خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره أسأل الله رب العزة أن يعينني وإياكم بحسن الجوار بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن من أعظم حقوق الجار كف العذى عنه فهي أقل ما يجب على الجار تجاه جاره فإنه إذا لم يحسن إليه فلا أقل من أن يكف عذاه عنه فيكف الأذى عنه سواء كان بالقول أو الفعل قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والجار من أموم المؤمنين وله حقوق فوق مسألة الإيمان وهو حق الجوار وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أخرجه البخاري الذي لا يأمن جاره ظلمه وغدره وخيانته وعداوته وهذا دليل على تحريم العدوان على الجار بأي صورة كانت وأن ذلك من الكبائر من كبائر الذنوب فليحذر المسلم أشد التحذير من أن يكون متصفا بهذه الأوصاف روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح من أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة تكسر إن فلانة تكثر يعني يذكرون من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار قيل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة ألا صلوا وسلموا إرعاكم الله ألا من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إن ka hamidun majid in uwa bayan godiya ga Allah da salatika manzon rahama sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ya umurce mu da kyautata makotaka kyautatawa makoci yana da wani alfarma da ya kamata a kare masa wanda addini ya koyar ya kwadaitar Allah madaukaki ya hada bayuwa makoci hakkin sa cikin ayar kadaita shi wajen bauta
Allah madaukakin sarki yace ku bauta wa Allah da kadaice kada ku yi masa tarayya na komai iyaye biyu kuma ku kyautata masa makusanta a kyautata musu marayu miskinai sai Allah yace da makoci wanda yake na kusa da makoci wanda yake na nesa da abokinka wanda yake gefenka Al-Imam al-Bukhari ya fassara wannan al-jari dhil qurba shine makocinka wanda danginka ne jaril junubi shine bako wanda ba wani abu da alaka tsakaninku ja wannan kuma sahibi bil jambi wanda zama ya hada ku a makaranta ne a kasuwa ne a halin tafiya ne duk wanda kuka yi tarayya akan wani abu to wannan ya zama makocinka yana bukatan ka kula da shi ka kyautata masa kada ka cutar da shi wannan wasiya ce daga Allah manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wasiya ya bayyana wannan yana cewa jibrilu bai gushe ba yana min wasiya da in kula da makoci har na tsammaci cewa jibrilu zai ce makocinka zai ci gadon ka annabi yayi wannan zaton ne saboda yawan umurni da ake masa na kula da makoci makoci shine wanda yake kusa da gidanka malamai suka ce wannan zai koma ga urfin nas wato abinda mutane suka sani in an ce wannan makocinka ne a sanin mutane to makoci ne in an ce ba makoci bane to ba makoci bane wasu kuma suna cewa makoci shine gida 40 daga gidanka ta kowane gefe gida 40 makocinka ne muna da makoci iri uku akwai makocin da yake da haki uku akwai mai haki biyu akwai mai haki daya makocin da yake haki uku shine wanda ya hada makotaka da kai musulmi ne sannan kuma akwai dangantaka na jini tsakaninku wannan yana da haki guda uku yana da hakin jini yana da hakin addini yana da hakin kuma wato kusantan gida akwai wanda yake hakin sa biyu ne a kanka shine makoci wanda musulmi ne wato gidanku kusa amma babu dangantaka ko kuma kuna da dangantaka amma ba musulmi bane amma gidanku kusa akwai hakin wato dangantaka akwai hakin kuma gidanku kusa sannan kuma mai haki dai shine wanda ba wato dangantaka ba addini tsakaninku amma gidanku kusa shi ma yana da haki a kanka sannan kuma magabata sun damu da kula da hakkin makoci kada a cutar da shi ga wannan bawan Allah Muhammad dan Jaham ya daga gidansa zai sayar sai aka zo aka yi ciniki aka yi ittifaki to yanzu mun gama cinikin gidan sai ya ce makotakan kuma nawa za ku saya sai aka ce to ai ana sayar da makotaka ne yace ana sayarwa mana ya ba za a sayar da mutumin da makotakan mutumin da idan bai ganka ba ka zauna a gida zai tambaya ina kake idan ya ganka zai maka barka da zuwa idan baka nan zai kula da gidanka idan kana nan zai kusantar da kai idan ka tambaye shi zai biya bukatanka idan baka tambaye shi ba ma zai fara baka idan wani matsala ya same ka zai taimaka maka me yafi haka saboda haka irin wannan makotaka ai ya kai a sayar da shi Sa'id ibn al-As wanda shine makocin mai wannan kyakkyawar dabi'ar da yaji labarin makocin sa yana so ya sayar da gidan ga kuma irin sifan da makocin ya sifanta shi sai yazo ya biya shi kudin gidan yace ga kudin gidanka kuma ka zauna a cikin gidanka kaga yabon da yayi masa din ya ƙara tabbatarwa kenan saboda haka ƴan uwa makota suna da haƙoƙi da ya kamata mu kiyaye musu mu kula da su mu kusantar da su zuwa gare mu Aisha radiyallahu anha tana tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam ta da shi me na faɗa huduba sheikh kai wanka ka zo juma'a kuma kana bacci ai akwai asara Aisha radiyallahu anha ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da makota guda biyu a gefen dama da hagu wanne zan fara kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kofar gidansa yafi kusa da gidai kofanki wato hakkin makotaka yana da girma don girmansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da imani yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama to ya kyautatawa makocinsa ma'ana ya girman makocinsa a dai hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi kyawun aboki mafi alkhairin aboki shine abokin da yafi kyautatawa abokinsa mafi alkhairi makota shine wanda yafi kyautatawa wato makotansa sannan kuma addini ya nuna mana girman hakkin makotaka daga cikin hakkin makoci idan baka kyautata masa ba abu mafi karanci da zaka yi ka kiyaye shi daga sharrinka karka cutar da shi idan baka iya kyautata makocinka ba to karka cutar da shi cutar da mutum haramun ne musulmi ne ko ba musulmi bane yana da addini ko ba shi da addini haramun ne kai ka fara cutar da shi
sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa wannan babin yana cewa wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba sabai suka ce waye wannan ya rasulullah annabi ya ce wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrin sa ba sharri na magana ko sharri na aiki ko akan ƴaƴansa ko akan gidansa ko akan iyalansa ko ya zauna yana zagin sa duk sun shiga ciki aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zuwa cikin hadisin abi huraira ruwayar imamu ahmad wata mata tana da yawan sallah da yawan sadaka da yawan azumi amma tana cutar da makotanta sai annabi ya ce tana wuta wata kuma aka ambaci karancin sallanta karancin aziminta amma ita bata cutar da makotanta annabi ya ce tana gidan aljanna saboda haka mu kula da irin wannan zamantakewa da zamu yi da makota wani babu sallama ba gaisuwa ba neman halin da juna ke ciki abun farin ciki ba a taya shi murna bakin ciki ba a taya shi bakin ciki kawai ana shiga ana fita sai ran da ka mutu kuma ana barka Allah ya sa dai wanda zai shiga gidan mutumin kirki ne wato makoci zai mutu za a yi barka barka kaga wannan musiba ne saboda haka addini musulunci ya nuna mana mu kula da wannan janibi na baiwa makota hakokinsu da yawa zaka ga mutum yana da ibada sallah azumi da sauransu amma kuma zai shiga wuta a dalilin makoci saboda cutar da makocinsa ko shiga haƙƙin makocinsa ko buda makocinsa kwatami a kofin gidansa ko a katangansa wani abu ne mai kama da haka Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu da kariyarsa ya ba mu ikon kyautata makota ya ba mu kuma ikon hakuri idan makotanmu suka cutar da mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين اللهم عليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونسالك العون عليهم اللهم امنا في ديارنا اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك ذاك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله قوموا الى